كابتن عامر، هناك حالات تحكيمية وظلم الشرطة في هذه المباراة. أستاذ علي، احنا حاليا بنهاية المرحلة الأولى. نعم. أنت راح تجيك المرحلة الثانية، خمس فرق تنافس عندك على على على, على درع الدوري. إذا وصلت مرحلة انظلم بها فريق وراحت منه ثلاث نقاط أو ست نقاط بسبب ظلم تحكيمي، يعني راح تصير كارثة عندنا. فأنا أطلب من الاتحاد العراقي إنه يا أخي وفر الفار. شو المشكلة إذا وفرت الفار حتى ما تظلم الفرق؟ هواي فرق راح تنظلم. هسا حتى إذا ما قدرت تدبر الفار، أجيب هذا النقل التلفزيوني، مو بيع كاميرات وتصور وتعيد حتى أقدر أرجع على هذني. يعني لازم أسأل الحكام. هسا إحنا ما نريد نظلم الحكام. الحكام لازم نساعدهم. لا، هو بشر وجزء من الخطأ، بس احنا نتحدث عن وضع معالجات لأخطاء متكررة. أكيد أكيد، يعني احنا حتى نحمي الحكام، على قولتك الحكام بشر هم يغلط، يعني هو لازم نساعدهم. حتى حالة طرد عبد المجيد أبو بكر كابتن صادق، نعم، انذارين طرد، يستحق الطرد عبد المجيد من خلال ما شاهدته؟ يعني اليوم شفت يعني أنا بعد تحليل المباراة، هناك مقيم وأحد الحكام يمكن كابتن كاظم، نعم، تطرق للحالة وقال هناك ضرب بالكوع، فأكيد هو أفهم من عندنا بهذا الشيء، من مختص، أكيد هو مختص، إذن يستحق الطرد بعد هذا قرار الحكم. يعني وهدف محمد داود، محمد أشوف هسه إذا ترجع لي على اللقطة الأولى اللي هي الصورة اللي كانوا بخط واحد ولاين، أي. نشوف جسم محمد داود راجع للخلف، واللاعبين ممكن إذا زميلنا المخرج يطلع لنا بس اللقطة مال حتى الجماهير تشوفه والأخوان هنا هسه تطلع الجسم للخلف وأجسام لاعبين الحدود اللي هم على خط واحد، يعني صاير ميلان بالجسم، لكن القدم لاعبي الحدود، قدم لاعب الحدود، اها، فممكن هو اتخذ القرار على الجسم، على جسم اللاعب، لان هو واضح جسم محمد داود للخلف واجسام لاعبي الحدود في مستوى واحد، لكن قدم لاعب الحدود هي اللي بموازات قدم محمد او شويه ابعد. فيعني الحاله صعبه جدا يراد لها فعلا لا حكم ولا مراقب خط ولا عين مجرده ولا ميكروسكوب، يراد لها بار فقط اللي يحكم بهذا الموضوع. حلو كابتن، نضع نقطة على هذه المباراة، نفتح